قفل الطريق العام هذا يتضرر منه أعداد كبيرة، آلاف مؤلفة من الناس، فكيف تعاقب أهل ليبيا جميعا من أجل مجرم واحد من مدينة أخرى؟ هذا لا يحل ولا يجوز. الله تبارك وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا ينصلح أمر البلدين ولا أمر ليبيا كلها إلا باتباع أحكام الشرع. إذا اتبعنا أحكام الشرع تنطفي الفتن ويهدأ الناس جميعا.